بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث، في خضم هذه الأحداث المتلاحقة والتي هي من الفتن كما قلنا، والتي تموج كموج البحر بل هي كقطع الليل المظلم، حتى أننا تأكدنا أن الحليم أصبح حيران لكثرتها وتتابعها وشدتها، وإن لله وإن إليه راجعون. ويا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. أيها المسلمون عباد الله، في خضم هذه الأحداث المتلاحقة ينبغي للمنبر أن يذكر الناس بثوابت هي من الأهمية بمكان، هي التي خلقنا من أجلها، وهي التي أمرنا بتحقيقها وترجمتها، وضمن لنا ما نريده في هذه الدنيا والآخرة. في خضم الأحداث وتلاحقها قد ينسى الناس هذه الثوابت وينشغلون عنها، وهم في الحقيقة في خطر كبير إذا غفلوا عن هذه الثوابت، لأنها من الأهمية بمكان، فقد يفجأنا الموت، فالموت يأتي بغتة، والأنفاس معدودة والأجل محدودة، وهذا النفس قد يخرج ولا يرجع، ولذا ينبغي علينا أن نكون متأهبين مستعدين، لأننا أول ما نسأل سنسأل عن أنفسنا وعن أسرنا ومجتمعاتنا وعن ديننا وعن أمتنا. ولذا ينبغي عليك أيها المسلم أن تنتبه لأهم الغايات التي إذا نجحت في تحقيقها رفع عنك البلاء وكشف عنك الغم والهم، وأبصرت الطريق وعشت في طمأنينة وسكينة وسعادة وهناء، وتغيرت الأحوال لأن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ولذا لا تتعجبون أن نذكر بهذه الثوابت، ومن أولها الغاية التي من أجلها خلقنا سبحانه وتعالى. كلنا يعلم الإجابة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا تبارك وتعالى من أجل هذه الغاية خلقنا وسخر لنا ما في كونه سفليه وعلويه، أسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، وأكرمنا
بكتبه التي أنزل وبرسله الذي أرسل سبحانه وتعالى وبمنهجه الصالح لكل زمان ومكان، والذي بيّن لنا فيه أن تحقيق هذه الغاية ليس أمرا هينا، فإن العبد محارب في هذه الدنيا من شياطين الإنس والجن ليثنى عن تحقيق العبودية التي من أجلها خلق، ليقع في عبودية الشهوات والأهواء وعبودية شياطين الإنس والجن بشتى صورها وأنواعها. لذلك حذرنا سبحانه وتعالى من الطريق إليه، وبينه ليس مفروشا بالورود، بل فيه من العقبات والعوارض والفتن والمحن، وأن الذي يريد أن يصل إلى ربه بسلام لابد أن يتسلح في طريقه إليه، ولابد أن يتزود بزاده الذي سينجو به يوم يعرض بين يديه سبحانه وتعالى. وكل هذا مسطر في منهجنا الكريم المبارك، وكأنه ينادي علينا انظروا إلى الأنبياء كيف لما بعثوا في أقوامهم وقد كانوا على غير الجادة، كانوا لما بعثوا في أقوامهم كانت تلك الأقوام في جاهلية وشر، في ظلم وفساد وطغيان وبغي وجور وانحدار وانحطاط وعبادة للأصنام والأوثان، فبين لأنبيائه ورسله أن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى، وما عليهم إلا البلاغ، وليس لهم من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، وكلهم سواء، كما بين صلى الله عليه وسلم: لست بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا أسير على درب إخواني، وكلهم وضح له الأمر، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. نعم، أنت تسمع وتطيع للخالق سبحانه وتعالى في تطبيق منهجه وتحقيقه وترجمته، أما النتائج فليست لك، بل هي لله وحده تبارك وتعالى، كما بين لأنبيائه ورسله أن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى، وأنهم لا يستطيعون التقديم ولا التأخير، وما يكون لي أن أغيره من تلقاء نفسي، نتبع لما يوحى إلي، فالأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، انظر إلى النهاية: وما منكم من أحد عنه حاجزين. فالأمر بيد الله وحده، فالأنبياء والرسل كانوا يتبعون المنهج، وبدأوا في أقوامهم من الصفر كما نقول، حتى نجحوا في تحقيق التغيير، حتى نجحوا في الإصلاح والتغيير والارتقاء بأقوامهم، إلى أن أفرزوا من تلك المجتمعات الجاهلية أمثلة لا نظير لها في أرض الواقع. كل هذا بسياستهم بهذا المنهج، بنظرتهم الشمولية لهذا المنهج الذي علموا أنه من رب الأرض والسماوات الذي يعلم ما يصلح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فصاروا عليه ودعوا الناس إليه، فكلهم دعا إلى هذا المعنى: تحقيق الإسلام، تحقيق الإيمان، تحقيق الإحسان، بهذه المعاني التي تكلمنا فيها كثيرا، كلهم دعا إلى الاستسلام والخضوع والانقياد لمنهج السماء، كلهم دعا، اسمع إلى هذا المعنى، إلى الاستقامة عليه وإلى آخر الأنفاس، وعدم الزيغ عنه أو الروغان أو الالتفات لغيره من المناهج والأفكار والأطروحات، لأن الناس يختلفون بطبعهم، عادات، أعراف، تقاليد، ثقافات، أفكار، أفهام، انظر لغات، لهجات، فجمعهم سبحانه وتعالى على نبيهم أو على رسولهم الذي بعث إليهم، وكذلك نحن، حتى نتوحد في الفهم وفي الرؤى وفي التطبيق وفي العمل. فكان هذا معنى عظيم ينبغي أن يذكر به الناس: أين أنا وأنت من تحقيق العبودية بهذا المعنى؟ هل استقمنا على أمر الله كما أمرنا، كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما بين لنا عليه الصلاة والسلام؟ استقمنا كما ينبغي، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هل طبقنا هذه العبودية على أنفسنا أولا، ثم على أسرنا، ثم تحركنا بها ندعو إليها وإلى تطبيقها وترجمتها من خلال التقرب إلى الله تبارك وتعالى، من خلال البصيرة والعلم
ومن خلال الالتفاف حول العلماء، ومن خلال الحرص على العمل الصالح بفرضه وبنفله بإخلاص وبمتابعة، من خلال التقرب إلى الله أكثر وأكثر عن طريق ذكره وشكره، وعن طريق دعائه والتضرع إليه، وعن طريق الصلاة والسجود إليه. هذه معاني تقربنا من الله أكثر، وتجعلنا نحقق العبودية التي من أجلها خلقنا. أما ما عدا ذلك فهو على الله هين وعلى الله يسير، ولا يكون في ملك إلا ما يريد، كما قلنا واتفقنا مرارا وتكرارا. أتذكرون لما بدأت الأحداث وتحدثنا عن تونس، وأشرنا إلى أن الأمر قائم إلى قيام الساعة؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء تذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. القضية ليست يعني فوضوية، القضية ليست عشوائية، القضية ليست هكذا كما يظن البعض نتيجة لأمور قد تحدث هنا وهنالك. لا، الأمور تجري بمقادير، الأمور تجري بمقادير. فالملك يؤتى بسهولة، يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، ولكن قد لا ينزع إلا بقوة. قد تتعجب أنت، قد تعترض، قد تتعجل، قد تعترض، قد تقدم بين يدي الله ورسوله، قد تقترح على الله. ما لك أنت؟ القضية أكبر من ذلك، القضية أكبر من ذلك. الحكام نعم ملئوا ظلما وجورا وفسادا، وكانت بطانة سيئة، أسوأ ما تكون البطانة، حتى أوصلتهم إلى ما هم فيه، بل وأوصلتنا نحن إلى ما نحن فيه الآن. ومع ذلك نقول لك أن الملك ينزع نزعا، تفهم من الآية كأنهم يتشبثون به. قد تتعجل وتستغرب، إنها لحكم عظيمة، قد يكون نكاية، قد يكون توبيخ، قد يكون يعني إذلال، قد يكون مثلا يعني لحكم وعبر لا نعرف نعرفها أنا ولا أنت الآن، لكنها لا تكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فهل مزيد من الصيحات، مزيد من الضجيج، مزيد من الشعارات، مزيد من الرايات، مزيد من الانفلات سيؤدي إلى نزع الملك بالقوة؟ لا، إن لهذا موعدا عند الله تبارك وتعالى. لكن الأهم أن ننظر نحن، أين نحن على خارطة العمل للدين؟ أين أنا وأنت؟ هل نحقق العبودية التي من أجلها خلقنا؟ هل انشغلنا بالغاية المهمة؟ أم انشغلنا بالمهم عن الأهم؟ إنك مطالب بالانشغال والاهتمام بالمهم بالأهم عن المهم، هذه قضيتك أنت الأولى، فكيف تترك وتنشغل بغيرها؟ فهل أنت أديت العبودية كما ينبغي؟ ولما وقع عليك من الظلم والجور ووقع في ناحيتك الفساد، اعترفت أنه بسبب ذنوبك ومعصيك، وأن هؤلاء قد يسلطون عليك لبعدك عنه سبحانه وتعالى وعن غايتك التي من أجلها خلقت، ولذلك هم عقوبة لك، وكذلك هم لا يرفعون أبدا بالمرة بالصيحات والهتفات والتخريب أو التدمير أو تعطيل المصالح والأشغال أو المفاسد التي قد تقع. لا والله لن يرفعوا بذلك، بل يرفعوا بأمره وحده سبحانه وتعالى بعد أخذنا بالأسباب الصحيحة، الأسباب الشرعية. إنما عند الله لا يطلب بمعصيته، كيف نطلب منه أن يغير ما بنا ونحن لم نتغير بعد؟ انظروا بالله عليكم إلى شباب التحرير، لا شك أنهم وصلوا إلى مستوى قد يرفعون عنا نظاما أو ظلما، أو قد يعيدون لنا شيء من الكرامة في المعاملة وما شبه ذلك، لكن هل هذا هو الطريق الحقيقي للتغيير الحقيقي الذي يرضي عنه ربنا تبارك وتعالى؟ هل القضية في أن يرفع سين ويؤتى بصاد؟ هل القضية أن يعني يغير أشخاص أو أسماء؟ القضية أكبر من ذلك، القضية أعم من ذلك. نقول لهؤلاء الشباب، نعم عندكم من الجرأة والشجاعة والإقدام وصنعتم، لكن انظروا في أنفسكم، هل حققتم العبودية أنتم أولا؟ هل تغيرتم أنتم أولا؟ هل تصالحتم مع الله أولا؟ تطلبون ما عنده من التغيير وأنتم لم تتغيروا بعد، وهو الذي حسم القضية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قضية منتهية، لا تحتاج لكثير كلام. نقول، هل نظرتم في واقعكم؟ هل أنتم فعلا تحققون العبودية؟ أم تعيشون في هذه الصورة الهمجية التي تنقل لنا ونشاهدها في كل يوم؟ يبدأون أيامهم بغناء ورقص وموسيقى،
وشعارات ليبرالية وعلمانية وماركسية وفرعونية وديمقراطية لا تمت لهذا الدين بصلة لا من قريب ولا من بعيد. ونقول نريد التغيير حتى وإن حدث وأزيح سين وجيء بصاد، القضية لم تنتهي بعد ولم يكن التغيير المنشود بعد، إن القضية أكبر من ذلك يا عباد الله. لابد أن نتصارح. قد يغضب هذا الكلام البعض وقد يقول هذا اعتراض على ثورة الشباب، نحن نقول للشباب جزاكم الله خيرا، لكن أنتم أولى بالتغيير حتى يغير ما بنا جميعا. أنتم أولى أن تعودوا إلى الله، أن تحققوا العبودية لله، أن تذعنوا لشرع الله، لا أن ترفعوا شعارات غربية أو شرقية لا تمت لهذا الدين بصلة. بعضهم يقول كما سمعتم مفتخرا بهذا، نحن جميعا سواء. أحدنا رفع شعار يتحدث عن الإسلام قمنا بطحنه في ساحة المظاهرات. لماذا طحنتموه؟ لكونه طالب بالعودة إلى الإسلام. وهل يرجى من وراء هذا تغييرا حقيقيا؟ أي نعم قد يزال سين أو صاد، لكن ليس هو التغيير المنشود الذي يرضي الله تبارك وتعالى والذي يكون طريقا لنا جميعا إلى الجنة. أبدا يا عباد الله، إن طريق التغيير واحد لم يتغير ولن يتبدل، كما بيّنه تبارك وتعالى: قلت لكم لكم في الأنبياء الأسوة والقدوة. هم الذين بيّنوا لنا كيف يكون التغيير، كيف غيروا أقوامهم، كيف واجهوهم وهم في قمة الفساد والانحدار والانحطاط والجاهلية والشر، كيف واجهوهم بثوابت الشرع، كيف واجهوهم بهذه المعاني العظيمة. خذ عندك مثلا خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام لما بعث في قومه كيف صاح فيهم وبين لهم ما الذي بعث من أجله: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يطيعوه، أن يتقوا الله ويطيعون إلى آخر المعاني. فلما كان منهم ما كان بين الغرض من بعثته وبين هدفه وما وجهته من خلال شرع الله تبارك وتعالى. اسمع: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه القضية ينبغي أن تكون شعارنا جميعا، إن أريد إلا الإصلاح. إن أريد تشير إلى النية، ما نيتك من الخروج؟ هل تغيير سين أو صاد لكونه كان ظالما، عنده فساد، عنده بطانة سيئة، رشوة ومحسوبية، وعنده وعنده؟ نعم لا ننكر ذلك، هذا واقع وكلكم يعرفه، ونحن أكثر من أوذي من هذا النظام. لكن نقول كلمة الحق، نقول كلمة الحق لا دفاعا عن أشخاص ولكن حبا في بلدنا وفي أهلينا وفي ديننا، حتى نرتقي الارتقاء الصحيح، حتى نحقق التغيير المنشود. لابد أن نفهم هذه القضية، ما هي نيتنا في التغيير؟ التغيير مجرد التغيير لنرفع سين ونأتي بصاد، أو التغيير للمثل، أو التغيير للأحسن، أو التغيير للأسوأ؟ إنها مقامرة على هذا الوضع، مقامرة، إي والله مقامرة لا يدرى عاقبتها تحديدا، لأننا جميعا نضع أيدينا على قلوبنا الآن، الوضع مشتعل والموقف خطير ولا ندري ما الذي سيكون، لأن الأمة في حالة من الهياج والفوضوية والانفلات وغياب التوجيه والإرشاد الشرعي، وأصبحت الأمور وأزمة التوجيهات في أيدي أناس لا خلفية شرعية عندهم ولا ارتباط بدين ولا بقرآن ولا بسنة، بل بشهوات وأهواء، بل انتقام لأمور شخصية وأمور خاصة، بل لمجرد التغيير فقط لخدمة يعني غير المسلمين. اتقوا الله عباد الله، إن النوايا بفضل الله تبارك وتعالى توصل إلى تحقيق الغايات حينما تكون سليمة وصحيحة. انظر: إن أريد إلا الإصلاح. فكيف يكون الإصلاح؟ هل الإصلاح في تحقيق الديمقراطية؟ في تحقيق الليبرالية؟ في تحقيق الماركسية العلمانية؟ هل في تحقيق مثلا الفرعونية مثلا؟ أبدا والله. الإصلاح، كل الإصلاح في شرع الله، في الإذعان للكتاب والسنة، في السمع والطاعة لله وللرسول، هذا هو الإصلاح. هل نودي بذلك؟ هل طولب بذلك؟ هل رفعت شعارات تدل على ذلك؟ أبدا يا أخواني، قضية تحتاج إلى نظر. جددوا النيات حتى تكون كلمة الله هي العليا، حتى لا تطمس هوية هذا البلد المسلم الذين يحاولون أن ينقضوا على الأحداث وأن يغيروا هوية هذا البلد. فهوية هذا البلد هي الإسلام، وهذا تعرفونه جيدا.
فهم يحاولون طمس هذه الهوية وتغييبها بكل معاني الكلمة. لذلك نحتاج إلى أن تكون النوايا صالحة، إعادة أسلمة الحياة وصبغة حياتنا بصبغة الإسلام، والإسلام والخضوع والإنقياد لهذا الدين في كل نواحي الحياة، في كل مجالات الحياة، سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا، في التعامل مع الآخر، حتى في كل نواحي الحياة الإسلام هو الذي يسود ويقود ويأمر وينهى، عليه الولاء والبراء، الحب والبغض، العطاء والمنع. إذا كانت هذه المعاني الموجودة في نوايا الناس سيأتي التغيير، لأن ما عند الله لا يطلب بمعصيته، إنما يطلب بطاعته، إنما يطلب بالإذعان له. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يعني إيش ما استطعت؟ قدر جهدي واستطاعتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نقول لهؤلاء الشباب، لماذا تكلفون الناس ما لا يطيقون؟ انظر إلى العنت، انظر إلى المشقة، انظر إلى تعطيل المصالح والأشغال، انظر إلى الواقع المرير الذي شلت به الحركة في نواحي الحياة. تكلفون الناس أكثر من طاقتهم، مع أن هذا ليس طريقا لتغيير سين الأوساط حتى وإن حدثت، إنما الطريقة الحقيقية كما بين تبارك وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هو الذي ينزعه سبحانه وتعالى، وإن تشبثوا به وإن تمسكوا به، لكن القضية بيد الله وحده. إذن لابد أن ننظر في قدرات الناس، إمكانيات الناس، واقع الناس، حياة الناس، مصالح الناس، اعتبروا بالمصالح والمفاسد، انظروا إلى مقاييس الشرع، خير الخيرين وشر الشرين. فالقضية ليست تصميم على طول الطريق وإصرار على طول الطريق من الحاكم ومن المتظاهرين. الأول نقول اتق الله في دماء المسلمين وفي أعراضهم وفي أموالهم، ونقول للشباب أيضا اتقوا الله تبارك وتعالى، الناس ما عندها طاقة لمزيد من ذلك، لأن الأمر قد يدخل في دائرة مظلمة، قد ينقض علينا الأعداء، قد يدخلون لتمزيقنا وتقسيمنا وضعافنا أكثر مما نحن ضعفاء كما تطالعون وتشاهدون. القضية يا أخواني في منتهى الخطورة، نحتاج جميعا نرجع إلى الله تبارك وتعالى وننظر إلى الأمر بعين الاعتبار. اسمع، نريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. انظروا لهذا المعنى بعين الاعتبار، وما توفيقي إلا بالله، أي أن التوفيق من الله لإحداث التغيير، لأن التغيير لا يكون إلا بأمر الله. مهما قمنا ومهما عملنا ومهما صنعنا لا يكون التغيير إلا بأمر الله. اسمع، والموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله. إذن إذا اعتقدنا أن التغيير بأمر الله وبيد الله، إذن لابد أن نتقرب إليه، نتذلل بين يديه، بدل الصيحات والضجيج وبدل الصراخ وبدل الشعارات التي لا توافق الشرع. لماذا لم تكن دعاء وتضرع وبكاء ولجوء إلى الله قادر على أن ينزعه فورا وفي اللحظة وفي التو؟ لكن لما كان العكس أن يكون ذلك، بدل هذا كله لما لم يتوجه الناس إلى الله متضرعين متذللين بكين نادمين على ما قصروا، لأن هذا من صنع أيديهم، كيفما تكون يولى عليكم. نعم، هذا أمر لا يحتاج إلى كثير كلام، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون من صنع أيدينا الذي نراه ونشتكي منه. لذلك لابد أن ننظر في القضية بعين الاعتبار حتى لا نكلف الناس أكثر من طاقتها من جهدها، فيأتي الانفلات الأكبر فتحترق البلاد بمن فيها، فتكون فرصة ذهبية لأعداء الإسلام أن يصنعوا ما يخططون له من زمن بعيد. إذن ينبغي أن نفهم القضية، نريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. إذن لما نعلم أن التوفيق من الله لابد أن نظهر له التذلل والخضوع والانكسار، لابد أن نظهر له الفقر والحاجة، وأننا في أمس الحاجة لتوفيقه ومدده وعونه. أروا الله من أنفسكم خيرا، اعلموا أنكم إن تصدقوا الله يصدقكم، لتكن النوايا صادقة في تحقيق التغيير الحقيقي في العودة إلى الله تبارك وتعالى وإلى كتابه وإلى سنة نبيه. عندها سنوفق، ومن يتحرى الخير يعطى، لأن القضية محسومة من عند الله تبارك وتعالى، لا تحتاج إلى كثير كلام. لذلك انتبهوا عباد الله لهذا المعنى، وما توفيقي إلا بالله. اسمع كيف توجه بهم إلى معنى عظيم وجميل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إيش المقصود؟ توكلوا على الله، توكلوا على الله، فهو على كل شيء وكيل، فهو الوكيل القيم والكفيل سبحانه وتعالى بأمور خلقه في الدنيا والآخرة. توكلوا عليه، خذوا بالأسباب وتوكلوا على مسبب الأسباب، سيتغير الواقع، سترتقي الأمة، ستعود لتسود وتقود،
وإلا في إخواني من غير التوكل عليه لا طاقة لنا ولا حول ولا قوة. نعم بما يخطط لنا، بما يمكر به أعداؤنا لنا، بما يكيد به أعداؤنا لنا، لا طاقة لنا ولا قدرة لنا بحال من الأحوال إلا حينما نتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ قالها موسى: يا قومي لما كان الصراع شديدا مع فرعون، يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. توكلوا على الله بماذا؟ بأن نفوض الأمر إليه، بأن نرضى بتقديره وتدبيره، ونثق أنه الأحسن والأنفع لنا في الدنيا والآخرة، بأن نسمع له ونطيع، بأن ننقاد له ولرسوله. هذه هي المعاني التي تعبر عن التوكل الحقيقي إخواني. وإلا فنحن نثق أنه لن يصيبنا إلا ما قدر الله لنا. لذلك ينبغي أن نتوكل عليه كما ينبغي. ثم ماذا؟ وإليه أنيب. أتدرون ما المعنى؟ وإليه أرجع، وإليه أفوض، وإليه أتوب، وبين يديه أندم، وأسمع لقوله ولأمره ولنهيه. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أسلموا الوجه لله بأسلمة الحياة، بصبغة الإسلام، بالسمع والطاعة لله ولرسوله. هذه المعاني الإيمانية التي بها سنخرج. هل هؤلاء أنابوا إلى الله تبارك وتعالى، أم أنابوا إلى شرق أو غرب، إلى رايات علمية كثيرة لا تعد ولا تحصى؟ لقد قدمتم إنجازات وخطوتم بنا خطوات، لكن ليست هي التغيير المنشود بكل معاني الكلمة، لكن ينبغي أن لا تزيد الأمر عن حده حتى ينقلب إلى ضده فتكون المصيبة، فيحدث ما لا يحمد عقباه، وتدمر البلاد، ويشرد العباد، ويقع ما لا يخطر لنا ببال. عباد الله، إننا ينبغي من هذا المكان أن نحذر الجميع المتظاهرين، والذين مع الأسف يرون أن من لم يكن معهم في ميدان التحرير فهو ضد التغيير. هذا كلام ناقص، كلام سيء، كلام يعني يدل على عدم الفهم. ليست القضية محصورة يعني في من وجد في هذه الميادين، مجالات التغيير كثيرة وواسعة، والثغور متعددة كما قلنا، ومن أعظمها الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، حتى يرجع الناس إلى ربهم، وحتى يؤوبوا إليه سبحانه وتعالى، وحتى يستسلموا بين يديه. وهذا من أعظم أسباب التغيير الحقيقي الذي ننشده جميعا. لذلك لا تحقرون غيركم، لا تسفهون غيركم حينما يرى ما لا ترون. خرجتم، القضية فيها خلاف، انتهت. نحن لا نرى الخروج بمثل هذه الطريقة، بمثل هذه الصورة، ونرى أن التغيير الحقيقي يكمن فينا نحن كأفراد، بما أشرنا إليه سابقا، بتحقيق الإسلام والإيمان والإحسان، بتربية أنفسنا وتأهيلها وترويضها وأعدادها حتى تكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق والسمع والطاعة، حتى تكون مستعدة للبذل، للعطاء، للتضحية، للفداء بكل شيء بالغالي والثمين في سبيل رفعة هذا الدين. متى نكون على هذه الشكلة؟ كان التغيير الحقيقي، وعادت الأمة إلى سابق عهدها وعزها ومجدها. أما الباقي فهذه مراحل، وهذه خطوات على الطريق، فينبغي أن نتحد وأن نأتلف وأن نتعاون وأن نتكاتف وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نؤدي الواجبة والحقوق التي في مقدورنا وفي استطاعتنا، ولا نكلف الناس أكثر من طاقتهم، فما عادوا يصبرون ولا يطيقون أكثر من ذلك. رحمة بالبلاد والعباد، انظروا إلى الأمر بعين الاعتبار، وإلا فالتغيير قادم، قادم لا محالة، ونحن لن نرجع إلى الوراء بإذن الله تبارك وتعالى أبدا. لكن ينبغي أن نكون عاملين بالضوابط الشرعية، بدرء المفاسد المقدم على جلب المصالح، بخير الخيرين وشر الشرين، حتى نصل إلى الأمثل والأحسن في المرحلة، لنصل بعد ذلك إلى التغيير الحقيقي المنشود. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي أن نحذر وأن ننبه على أمر قد بدا في الأفق، قد بدا يطفو على السطح. سراق الثورة كما يسمونهم بدأوا يطالبون بتغيير الدستور، عنوان عريض ومن تحته معان في منتهى الخطورة. فمنهم من جهر بالأمس بالمطالبة بتغيير المادة الثانية من الدستور،
وأنتم تعلمون لا يعني نؤيد الدستور القائم ولا ننافع عنه لمجرد أنه دستور، ولكن للمادة الثانية التي فيه وإن كانت حبيسة الأوراق والأدراج، أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. الآن خرج الكم الكبير من العلمانيين، من الليبراليين، من الديمقراطيين، من الشرقيين والغربيين يطالبون بتغيير هذه المادة لكونها تشير إلى أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذا من خطورة المكان، هذا الذي ينبغي أن ننافع عنه جميعا وأن نعلن للجميع لن نسكت على هذا أبدا. هذا الذي بقي لنا وتريدون أن يغير هو لم يترجم ولم يطبق كما ينبغي لحتى الآن، ولكنها موجودة كضمان يشير إلى هوية هذا البلد المسلم. فلا ينبغي أن نسكت على هذا أبدا، ينبغي أن ينشر هذا الموضوع وأن يبسط وأن يطرح في كل مكان أنه لا مساس بالمادة الثانية أيا كانت الأسباب وأيا كانت المواقف والأحداث، لأنها تهم جميع المصريين، الأزهر والجماعات الإسلامية والطرق الصوفية والجيش والشرطة والمثقفين وغيرهم والعمال والفلاحين، الدنيا بأسرها في هذا البلد ينبغي أن تحافظ وتنافع عن هذه المادة، وحتى تعرف قيمة هذه المادة حتى غير المسلمين، حتى النصارى مثلا هذه المادة في مصلحتهم لو نظروا إليها بعين الاعتبار، لأن هذه المادة تعطيهم الحق أن يتحكموا إلى شريعتهم، إن جاءونا نحكم بينهم بما أنزل الله إلينا، وإن اكتفوا أن يتحكموا إليها فيما بينهم فالشريعة لا ترفض ذلك، وهذا لا يكون إلا في هذه المادة. أما إذا ألغيت كان القانون للشهوات والأهواء للأغلبية، وقد تكون الأغلبية على فساد فتأتي بتحليل خمور وإباحة زنا وبالمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث مثلا إلى آخر المعاني المعروفة. يعني الليبرالية مثلا معناها حرية بلا حدود، فإذا ألغيت هذه المادة كما يطالبون انطلقت يعني الصيحات المعروفة وأصبحت البلاد صورة مصغرة من الغرب أو من الشرق، إباحية لا نظير لها وسقوط لا نظير له كما تطالعون في الغرب وفي أمريكا وعند غيرهم من البلاد الأخرى. نحن لا نريد هذا لبلادنا أبدا، لأننا نقول نعم نحن نطالب بالحرية لكن حرية منضبطة بشرع الله، نعم أنت حر لكن في حدود، تنتهي حريتك عندما تجاوز الحدود الشرعية، الضوابط الشرعية، الأوامر الشرعية، النواهي الشرعية، لا يطلق للأمر بهذه الصورة فتكون المفاسد العظيمة التي لا عد لها ولا حصر، وهي التي من النقم بكل معاني الكلمة إن كانت. لذلك ينبغي أن تدافع وتنافع جميعا عن هذه المادة هي التي بقيت لنا، وإلا فلو سكتنا على هذا غيرت وبدلت في خضم هذه الأحداث المتلاحقة في هذه الفتن المتتابعة. لذا ينبغي على المسلمين المحبين لدينهم أن يرفعوا راية البقايا على هذه المادة في هذه الأيام، في هذه الظروف الصعبة، في خضم هذه الأحداث، حتى لا يقترب منها لا من قريب ولا من بعيد. كذلكم عباد الله، ينبغي علينا في هذه اللحظات أن نرجع إلى منهج نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يرشدنا فيه إلى الأكثار من الدعاء، خصوصا في مثل هذا الوقت الذي فيه خلل وفيه انفلات وفيه يعني الأمور مختلطة على الجميع حتى أصبح الحليم حيران. نحتاج أن نرجع إلى السنة كي نتضرع إلى الله تبارك وتعالى وندعو من أعماق قلوبنا: اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك يا رب العالمين، اللهم اجعل ولايتنا فيما يخافك ويتقيك يا رب العالمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام والمحكومين، اللهم عد بنا جميعا الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، اللهم ارزقنا الرفق والحلم والصبر على ما نحن فيه يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا،
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم ردنا الى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا الى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا الى الحق ردا جميلا. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين من الكافرين والمنافقين، اللهم خذهم جميعا اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا اخذ عزيز مقتدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.